السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني لزوج الباوند دولار ليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس من العام 2020. مثلما تلاحظون، نجح زوج الباوند دولار بتحقيق الهدف الأولي الذي ذكرته في تحليلي السابق يوم أمس، والماثل عند 1.24600، ولكن فشل السعر في اختراق هذا الهدف والذي يعبر عن منطقة مقاومة أولية، وكونت شمعة انعكاسية كنموذج انعكاسي ليوم الأمس، وبدأ السعر بالارتداد من منطقة المقاومة الثانوية الماثلة عند 1.24600، ويحاول الزوج في الوقت الحالي الهبوط واستهداف 1.20000، والذي تمثل منطقة دعم قوية جدا، وفي حال تمكن السعر من كسرها فسوف يعود ويستهدف الدعم التاريخي مجددا والماثل عند 1.15000 كهدف رئيسي في حال الهبوط. أما في حال أن الزوج لا زال يستمر في المحاولة لاختراق منطقة المقاومة الثانوية الماثلة عند 1.24600، فمن الممكن أن يبدأ بالصعود ويستهدف 1.28000، وهذا السيناريو المستبعد في الوقت الحالي في ظل قوة الدولار الأمريكي. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وتقبلوا أطيب التحيات.